عليكم المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد، قناة اليوم اللي غادي الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على المنتخب الوطني وماذا ينتظر المنتخب الوطني في حال فوز على المنتخب المكسيكي. لي حاجة مليحة، ربحنا نيجيريا مكلاسي مليح في لافريك، نربحوا المكسيك مكلاسي 11 في الموند، راهي حاجة فايدة كبيرة ومكسب كبير بزاف للمنتخب الوطني. يعني وين سيلعب المنتخب الوطني الجزائري يوم الثلاثاء مباراة ودية أمام المنتخب المكسيكي، وين تطمح كتيبة المنتخب الوطني لتحقيق انتصار لمواصلة سلسلة النتائج الإيجابية. وفي حال فوز الخضر سيحقق المنتخب الوطني العديد من المكاسب، منها تحقيق قفزة كبيرة في ترتيب الفيفا، خاصة بعد الفوز على نيجيريا يوم الجمعة الماضي. اثنين، مواصلة سلسلة لا للخسارة، حيث تعود آخر خسارة للمنتخب الوطني إلى سنة 2018. ثالثا، تأكيد علو كعب المنتخب الوطني بعد الإطاحة بمنتخبات كبيرة والتتويج بكأس إفريقيا. يعني وشلنا كيفاش كونت كولومبيا، كونت يعني ما عندنا منتخب ما نخافوش، ما هما يخافوا منا ماشي احنا نخافوا منهم، هما يديروا لنا حسابات ماشي احنا نديروا حسابات، هذه هي هما يديروا لنا حسابات. يعني ما غاديش نديروا لهم حسابات بزاف، خاطر علاه رانا نشوفوا باللي هذا المكسيك وين هما اللي راهم يتكلموا علينا بزاف. حنايا رانا بكل زعما كل نلعبوا لهم نورمال، ما غاديش نخمو لهم بزاف ولا حاجه. انا تبان لي باللي نقولها ونعاودها، تبان لي باللي حصه تدريبيه، مباراه بعد 25 دقيقه غادي تبان لي باللي حصه تدريبيه، هذه هي اللي غادي تبان لي انايا باللي حصه تدريبيه المنتخب الوطني الجزائري، وين يبقى في القيمه تاعه، وين يكسب قيمه كبيره، وين راه عنده سمعه كبيره من 2014، صبحت عندنا سمعه كبيره. ولكن لمن لا يعرف المنتخب المكسيكي، وهو منتخب مكسيكي الذي سيكون منافس للمنتخب الوطني الجزائري في القاره في اللقاء الدولي الودي في هولندا، وين يماري وين شنا كيفاش هو في قاره امريكا الشماليه، وكما تعرف المنطقه كونكي كاب. ويعد المنتخب المكسيكي هو الأقوى في قارته، فقد فاز 10 مرات بكأس ذهبية وشارك في مونديال 16 مرة في تاريخه. إنجازات المكسيك لم تتوقف عند هذا الحد، ففي سنة 1999 حقق كأس القارات على حساب المنتخب سومبا، يعني المنتخب البرازيلي. وشنا كيفاش وين حقق عن طريق البرازيل، ويدرب المكسيك حاليا المدرب السابق لبرشلونة الأرجنتيني تاتا مارتينو، الذي يعتبر واحد من المدربين المحترمين وواحد من تلامذة مارسيلو بيلسا. وين تحتل المكسيك حاليا المركز 11 في تصنيف الفيفا، مما يجعل لقاء الخضر بمثابة محك حقيقي لكتيبة الناخب الوطني الجزائري. اللقاء سيكون الثاني بين المنتخبين بعد لقاء سنة 1985 الذي فازت به المكسيك بهدفين لصفر. اللقاء خاص للمهاجم المنتخب الوطني الجزائري أندي ديلور، بحكم أن والده من المكسيك وسبق له خوض تجربة في الدور المكسيكي عبر بوابة نادي مكسيكي. شنا كيفاش شنا الناس اللي يلعبوا اللاعبين، يعني لا يستهان بهم. انا كان نقول حصه تدريبيه، يعني اللاعبين لا يستهان بهم. وكي نقول بلي حصه تدريبيه، رانا نشوفوا بلي عندنا احنا لاعبين كبار، ما غاديش نخافوا منهم ولا حاجه. انا كولومبيا دات ثلاثه وراحت،
وشلنا الجارديا هذاك اللي يلعب نادي ليون المكسيكي، شلنا كيفاش الفاردو وين يلعب في نادي بوماسا، شلنا كيفاش عندهم في الحراسه هذوا المدافعين انديسون تاع اجاكس امستردام، لويس رامو، كاروز ازول، هيكتور اتلتيكو مدريد، انديسون ريال بيتيس اللي يلعب مع ماندي. شلنا كيفاش عندها كاين لاعبين وين عندها فيجيناك البلجيكي، شلنا كيفاش اكتو ما عندهاش بزاف، عندها لاعب يلعب في الغرافه تاع قطر الوسط الميدان، ما عندهاش ما كاش ما عندهاش لاعبين يلعبوا في المستوى، يلعبوا في المكسيك ويلعبوا في الانديه الامريكيه. كاين كاين مونتاري، شلنا كيفاش لويس انجلس غلاسكو، خيسوس هذا بورتو، عندهم خيسوس كورونا هذا تاع بورتو اللي يلعب في الوسط، عندهم في الهجوم عندهم كارلوس، عندهم الانتر ميامي، ريال بيتيس ما كاش، فولهامبتون تاع الانجليز هذاك راول خيمينيز هذيك، يعني نتوما ما تخافوش يعني ما خايفين منها ما والو، الناس عم يهضروا يقول لك باللي صعيبه ومنها ومنها، ما صعيبه ما والو، يعني نقلبوهم ناكلوهم ويروحوا صايك، غادي ناكلوهم والله لا كليناهم، ما كاش ما كاش صعيبه ولا حاجه، غادي نديروا حصه تدريبيه، غادي ندغلو شويه ومن بعد نطلقو لهم العروق وصايك، ما غادي نربحوهم بكل سهوله، نربحوهم بكل سهوله، ماشي قضيه زعما غادي نخمو لهم وغادي نديرو غادي باش كيفاش غادي يغبنونا، ما يغبنونا ما والو، غادي حنا اللي غادي نفرضوا اللعب تاعنا، باش هما يفرضوا اللعب تاعهم لا كاش 10 دقائق التاليه برك وين تاوعنا يريحوا ويخلوهم هما يلعبوا يدوروا البوله بيناتهم برك، بصح باش يوصلوا ما يوصلوش، راه خاطش علاه الصحافه تاعهم كاع راه متنبئين بالخساره، يقول لك باللي نخسروا، ماشي حنا نخسروا هما يخسروا، راهم يشوفوا في المنتخب وبصح يعرفوا حنا لاعبين تاعنا يلعبوا في دوريات كبيره، وما عندهم لاعبين اللي باينين زوج، خيمينيز هذاك وهذاك كورولا، هذاك كورولا هذاك اللي يلعب في بورتو هذا مكان، وعندهم ذاك الديفونسير واحد يلعب في اتلتيكو مدريد، وعندهم ديفونسير يلعب في بيتيس، وعندهم اتاكون يلعب في بيتيس، هذا مكان اللي ما حنا اللعابه اللي عندنا، واحد يلعب في الالمان، واحد يلعب في يلعبوا في فرنسا، يلعبوا في انجليزي، يلعبوا في طليان، يلعبوا في الترك، يعني ما نخافوش منهم حنايا، هما يخافونا ماشي حنا نخافوهم. انا تبلي نقولها ونعاودها كيما كنت نقول لكم، خاطر ملي كنت نقول على نيجيريا اش عمل واحد قال لي انت راك تستهزأ، يا ودي مانيش نستهزأ، انا نبغي ليكيب ناسيونال، مانيش نستهزأ، ماذا بيا انا قصت كوب دي مونت كويت لعبت في توريح من راسي، يا قصت كويت لعبت في توريح من راسي، يعني نستهزأ، يعني نقول لك صح والصح خرجت صح، هاو قلنا نتفرجوا. او انت ما تتفرج ما والو تجي تقول لي راك تستهزأ، مانيش نسى انا نهضر لك كيفاش شت هولندا المكسيك، وشت حنايا حنا خير منهم، سورتو مين يدخل ليكيب تيب، سورتو مين يدخل ليكيب تيب، سبحان الله رانا نشوفو بلي حنا خير منهم، هاذوك انت تشوف روحك خير منهم بيت خافو لي. هون ترك خايف بيتخوف الغاشي كاع معاك، ناس اللي تخدمهم عارفين بلي عندهم مباراة مع المكسيك، عارفين في 25 دقيقة لازم يكملوا معاهم وصاي ياكلوهم في 25 دقيقة، ماشي قضية تاع قضية تاع وقت تاع غدوة إن شاء الله على 8 تاع الليل وصاي، هذا مش قضية تاع تواغ ولا ما جاش تواغ، جات لعب، جات لعب في التيرا في المستطيل الأخضر. هذه هي في التسعينات، قال لك المعلق في التسعينات حافظ الدراجي ظلي زقي، وكنا نخسر بارتيا كونت كينيا من تزيري ضيع البيناتي، حافظ الدراجي كلب وخسرنا، ما عليش احنا المهم نربحو، ورانا نقولوا بلي غادي نربحو غدوه ان شاء الله، غدوه ان شاء الله نكملوا 20، نكملوا بلي من 2019 حتى 2020 ما خسرناش،
هاي صحيح، ما كاش حاجه حاجه اللي غادي تخافوا عليها. انا خايفين حنايا، حنا باين نديروا قيراول، احنا غادي نربحوا وتربحوا صحيح، وربي يحفظكم.